شعرت السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. شعرت الدكتور إبراهيم خليفة الدوسري الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية. شعرت الأستاذ أحمد عطية رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم كوتش شيماء عبدالله، كوتش ريادة أعمال ورئيسة منتدى الكوتشنج بجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية. يشرفني أن أكون معكم على مدى يومين متتاليين لتقديم مسؤوليات هذا المؤتمر وإدارة جلساته. كما وأن لكل تجربة مرة أولى، نلتقي اليوم في ظل هذه الظروف الاستثنائية لنطلق معاً الملتقى الإلكتروني الأول للنسخة الرابعة من الملتقى السنوي للتدريب والكوتشنج الذي تميز بعنوانه الكوتشنج نحو بناء القيادة المتزنة، والذي يحظى برعاية كريمة من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فشكراً له وكل الشكر لجميع المؤسسات الداعمة وبالأخص الاتحاد العالمي للكوتشنج. وكعادتها السنوية، دأبت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية على تنظيم مثل هذا الملتقى ليخدم هدفها الأساسي في نشر الوعي التام لممارسات الكوتشنج واستعراض أبرز التجارب التي تساهم في تطوير الكوادر البشرية ونجاحها، حيث ساهم علم الكوتشنج في الوصول إلى مراحل متقدمة في تعزيز المهارات الإنسانية وتفعيل الموارد المؤسسية بما فيها العنصر البشري. جاء الملتقى هذا العام ليحاكي المتغيرات الطارئة محلياً وإقليمياً ودولياً وما لها من تأثير كبير على أساليب وأدوات القيادة المتاحة بما يتناسب مع مستجدات العمل وأنماط التخطيط ووضع الاستراتيجيات المستقبلية. من هنا كان الاختيار المدروس للمحور الأساسي للملتقى الكوتشنج نحو بناء القيادة المتزنة، حيث وجهت أهداف الملتقى إلى زيادة الوعي بأهمية الكوتشنج للقيادات في البحرين في ظل التحديات الحالية وزرع مهارات الكوتشنج كجزء من القدرات القيادية ليمارسوها بأنفسهم وعلى جميع موظفيهم لتعزيز عمليات اتخاذ القرار والتوازن في المؤسسات. ولأن القيادة هي حلقة الوصل
بين الطبقة العاملة وأهداف وخطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية، فإن اتزانها له أثر مصيري على استمرارية هذه المؤسسات وقدرتها على مواصلة نشاطها. ومما لا شك فيه فإن دور الكوتشنج عبر السنوات أصبح جزءاً متأصلاً من الممارسات القيادية بمختلف مجالاتها، وأثبت بجدارة أهميته الحقيقية التي تجلت فعلياً على أرض الواقع في رفع معدلات الإنتاجية وتذليل الإشكاليات المتعلقة ببيئة العمل والعلاقات بين العاملين والقادة، حيث تتبلور أهمية الكوتشنج في وقتنا الحاضر كأحد أهم الأسلحة التي يمكن أن يعتمد عليها القادة لبناء الفرق البشرية التي تتطلب المرونة وفهماً أعمقاً لمحيطها، والتي تستوجب أن تكون الرؤية الواضحة منهاجاً لها لتتمكن من تحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم المؤسسات بشكل خاص وبما يدعم رؤية فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وحيث أن هذا الظرف الذي نعيشه حالياً قد استدعى تغييرات كثيرة على المستوى الشخصي والعملي، والتي جاءت على صور مختلفة، منها الاعتماد الأكبر على التكنولوجيا والدعم الإلكتروني لتسيير الأعمال وضمان عدم توقف مسيرة الإنتاج، كما مسيرة العلم والتعلم وتنمية القدرات البشرية بكافة مجالاتها. حرصت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية أن تفعل هذا الاتجاه بتنظيم هذه النسخة الإلكترونية الأولى للملتقى السنوي للتدريب والكوتشنج. الحضور الكريم، يعتبر هذا الملتقى فرصة حقيقية للجميع للاستفادة القصوى من هذه الفترة المختلفة في عمر البشرية والأعمال لتطوير المهارات القيادية بشكل عام، وتوظيف الكوتشنج بشكل خاص كدعم أساسي لها، حيث يتضمن هذا الملتقى نخبة من الكوتشز والمتحدثين بخبرات عملية محلية وعالمية، والذين سيسلطون الضوء على جوانب مهمة في بناء القيادة المتزنة، ويتناولون جوانب مختلفة بخطوات عملية مفيدة للتطبيق الحي، والذي يشمل المحاور التالية: تأثير الكوتشنج في بناء التوازن القادات والمؤسسات، القائد الكوتش، وتطبيق أساليب الكوتشنج في الأدوار القيادية. حضورنا الكريم، أمل أن يكون هذا الملتقى بوابة لتحقيق الاستفادة لنا ولكم، وأن نكون قد وفقنا في تقديم ما يدعم التنمية البشرية. Your Excellency, Mr. Jamil bin Mohammed Ali Hmeidan, Bahrain's Labour and Social Development Minister. Your Excellency, Dr. Ibrahim Khalifa Dosari, Honorary President of Bahrain Society for Training and Development. Mr. Ahmed Atiyah, President of Bahrain Society for Training and Development. Our dearest online audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am honored to be with you today. This is Coach Shaima Abdullah, an entrepreneurship coach and coaching forum president at Bahrain Society for Training and Development. I'm welcoming all to the first day of our forum. As there is a first time for everything, we are meeting today in these exceptional circumstances to launch together the first online forum for BSTD's fourth annual training and coaching forum, titled Coaching Towards Building Resilient Leadership, under the patronage of His Excellency Mr. Jamil bin Mohammed Ali Hmeidan, Bahrain's Labour and Social Development Minister. Committing to its main aim of spreading the awareness of coaching practices and presenting the best experiments that contribute to human resource development and success, Bahrain Society for Training and Development continued to organize this annual forum to emphasize on the advanced levels coaching has reached in enabling human resources and optimizing organizational resources. This year's forum came to address the emerging changes locally, regionally,
and internationally, which has shed a lot of variation to the normal practices and the leadership tools, which has to accommodate with the new working environments, management styles, and future strategies. From there came the thoughtful selection of the title of the forum, Coaching Towards Building Resilient Leadership, with the main aims at increasing the awareness of importance of coaching to leaders in Bahrain in challenging times, embodying coaching skills as part of leadership competencies to practice with themselves and their employees, supporting decision-making and resilience. Over the years, coaching has become a primary aspect of leadership practices in different fields and well proved its vitality, which has been shown in reality in a growing productivity and reducing work environment complexities, especially leader-employee relationships, as leadership acts as a focal point linking employees with the overall goals of the organization and its future. Therefore, leadership resilience has a major impact over the organization continuity. In our current time, coaching is considered as one of the main weapons leaders can depend on to build their teams, which involve a lot of flexibility and better deep understanding of their aspects that requires a clear vision adoption to facilitate goal congruence that serves organizations and support Bahrain team vision under the leadership of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince. Dear respected audience, this forum represents a real opportunity for everyone to achieve the highest benefit at this exceptional era in human history and business life, to develop leadership skills in general and employing coaching skills in specific as a main tool, as this forum has brought an elite batch of certified, highly recognized coaches and speakers with local and international experience who would highlight important areas in building resilient leadership with a practical application for you to take forward, including the impact of coaching in building resilience in leaders and organizations, the leaders as a coach, application of coaching tools in leaders' roles. At the end, I hope this forum will act as a gate for you to acquire the maximum knowledge, and I hope that we have succeeded in promoting what advances human development. Thank you, and let's start our journey with the speech of the Protranj, His Excellency Mr. Jameel Ali Muhammad Hamedan, the Minister. So let's start. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز الدكتور إبراهيم الدوسري، الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، الأخ العزيز أحمد محمود عطية رئيس مجلس الإدارة، الأخوة أعضاء الجمعية، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني أن ألتقي بكم اليوم في هذا الملتقى الإلكتروني الذي تقيمه الجمعية عن بعد في مناسبة اليوم العالمي للكوتشينج
واليوم البحريني للكوتشنج الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكوتشنج. وما هذا اللقاء الذي تعقده الجمعية اليوم بهذه المشاركة بمشاركة نخبة عزيزة من المختصين والمفكرين وقادة الرأي إلا دليل على أن لا يمكن أن تتوقف الحياة ولا يمكن أن نتأخر عن الإجراءات التي تنضوي على تطلعاتنا التنموية وخاصة في مجال تنمية الموارد البشرية. وقد اعتدنا من هذه الجمعية الرائدة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية منذ تأسيسها بواسطة نخبة ممتازة من الإخوة المختصين الذين سخرهم الله تعالى لخدمة واحدة من أهم قضايا المجتمع وهي التدريب وتنمية الموارد البشرية، تأكيدا لمصداقية أن البحرين تقوم أساسا على كفاءة أبنائها المخلصين الذين لن ولم يتوانوا قط عن حركة البناء والتخطيط والتفكير. نحيي جمعية البحرين للكوتشنج وتعاونها الوثيق مع جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية واختيارها هذا الموضوع الحيوي لكي يصب في مجال تنمية الموارد البشرية وتحقيق المزيد من الاتزان والعقلانية والكفاءة في قدرات الكوادر البحرينية وغير البحرينية المتواجدة على أرض البحرين. أتمنى أن تسود هذا اللقاء الخير الكثير من النتائج، أن يتوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية التي تساعدنا خاصة في مثل هذه الظروف على أن نثبت صلابتنا ونثبت كفاءتنا وقدرتنا على أن سوق العمل سوف يستمر قويا متماسكا قادرا على تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية بكفاءة واقتدار. وأحيي مرة أخرى جميع الأخوة الأعضاء وجميع الأخوة المشاركين، وأتمنى دائما أن تتجدد لقاءات الخير وتتجدد لقاءات العطاء وتطوير الموارد البشرية في مملكة البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن. شكرا لسعادة الوزير لدعمه الدائم للملتقى السنوي للتدريب والكوتشنج. حضورنا الكريم من مختلف الدول، شكرا لكونكم معنا اليوم. والآن مع فيديو يلقي الضوء على جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية. We sincerely thank the minister for his continuous support for the annual forum for training and coaching. And since we have international audience here, we would like to show a short video for reflecting on Bahrain Society for Training and Development. So let's start. تعتز البحرين برأس مالها البشري الكنز الذي لا ينضب، وحرصت المملكة منذ تأسيسها على تنمية الكوادر البشرية، فكانت سباقة في إنشاء المدارس النظامية ومعاهد التدريب على مستوى المنطقة.
وعزز استثمار الموارد البشرية من حظوظ البحرين في أن تكون مركزاً مالياً رائداً على مستوى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي. ولا تدخر البحرين جهداً في مواكبة التطورات في تنمية الموارد البشرية بغية تعزيز الجودة لتحقيق النجاحات في دائرة التنافس ضمن الأعمال العالمية الجديدة. التغيير والابتكار والنهوض المستمر في المهارات المعرفية دعتنا بكل فخر لإنشاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية BSTD. ضمت الجمعية نخبا مهنية للعاملين في مجال إدارة الموارد البشرية والتنمية في البحرين منذ تأسيسها في عام 1979 للميلاد، ثم جددت الجمعية انطلاقتها في العام 1994 للميلاد موسعة أنشطتها. ابتدت جمعية البحرين للتدريب تنمية الموارد البشرية بداية متواضعة. أول مرة اجتمعنا كنا في أبريل، بدايات أبريل 1994، كان الاجتماع في غرفة تجارة وصناعة البحرين في المبنى القديم. كنا مجموعة من المهتمين بالموارد البشرية وبشؤون الموظفين، كانت كوكبة متميزة صراحة من البحرينيين في ذاك الوقت، وبعض الأجانب اللي كان لهم عطاء وكان لهم بصمات، منهم بعض الأجانب الإنجليز في شركة بابكو. وتم الاتفاق على إحياء الجمعية، ومدت الجسور مع المنظمات الدولية المهنية في مجالي التدريب والتنمية البشرية كالاتحاد الدولي لمنظمات التدريب IFTDO والاتحاد الآسيوي لمنظمات التدريب ARTDO، وهما هيئتان رائدتان عالميا في هذا المجال. تطمح الجمعية دائما أن تكون شريكا للجهود الحكومية المبذولة في سبيل الارتقاء بالكوادر البحرينية وتسليحها بالعلم والمعرفة والتدريب المستمر بآخر التطورات في مختلف المجالات والعلوم، ورفض كافة القطاعات بالمهارات والمعارف الملائمة. وساهمت الجمعية في تعزيز الوعي بأهمية التدريب لدى صناع القرار في المؤسسات وتشجيعهم على الاستثمار في تدريب وتطوير المنتسبين فيها. طوال مسيرة الجمعية التي بلغت 20 عاما منذ انطلاقتها الثانية في عام 1994، استطاعت تحقيق العديد من المنجزات المحلية والعالمية. فخلال 20 عاما من نشاطها، نظمت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة، وشاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. أول انطلاقة صراحة للمنافسات العالمية كانت في ماليزيا في 1998، لما قررنا أن ننافس لاحتضان المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي IFTDO. رحنا كنا حوالي 45 شخص. عندنا هدف، عندنا رسالة، نبي البحرين تكون على الخارطة، خارطة التنمية البشرية في ذاك الوقت. الحمد لله يعني تمكن من إقناع مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وتمكن من منافسة بريطانيا والأرجنتين والبرازيل، وحصلنا على استضافة المؤتمر الدولي، وكان في 2002. الكل شهد أنه كان يعني من أنجح المؤتمرات للاتحاد. وللجمعية فعاليات مستمرة على مدار العام، أبرزها مجلس الاثنين الحواري الذي يعقد في مقر الجمعية ويعتبر مجلسا للتشاور والتقاء الأعضاء، كما تنظم أيضا المحاضرات الشهرية
والتي تستضيف فيها ممثلين من المؤسسات الحكومية والخاصة لتكون منصة لطرح آخر المستجدات في مجال التنمية البشرية. وتقوم الجمعية أيضاً بتنظيم ورش عمل تستضيف فيها خبراء دوليين ويشارك فيها موظفو القطاعين الخاص والعام. وتعتبر الجمعية شريكاً استراتيجياً وداعماً أساسياً للعديد من المؤتمرات المحلية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والشركات الكبرى في المملكة. وفي سبيل تعزيز الجانب المعرفي لدى المهتمين بالتدريب والتنمية البشرية في البحرين وإبراز اسم المملكة في المحافل الدولية، فإن الجمعية تحرص على المشاركة بوفد يمثل مملكة البحرين في العديد من المؤتمرات الخارجية، مثل المؤتمر السنوي للمنظمة الفيدرالية الدولية للتدريب وتنمية الموارد البشرية IFTDO، والمؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية ARTDO. وتحرص الجمعية أن يكون الوفد البحريني المشارك هو أكبر وفد من حيث عدد المشاركين من خارج البلد المضيف. وتتميز هذه المؤتمرات أيضاً بوجود متحدثين متميزين من البحرين. احتلت فئتا المرأة والشباب حيزاً في برامج جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، فقد خصصت الجمعية منصبين في مجلس إدارتها للاهتمام بتنمية المرأة والشباب. وقد نظمت الجمعية برامج لتعزيز قدرات المرأة في ريادة الأعمال، كما تشارك أيضاً في برامج المجلس الأعلى لتمكين المرأة. وفي كل عام تقوم الجمعية بتكريم السيدات الرائدات في مجال التدريب والتنمية البشرية. وللشباب الذي يشكل أمل المستقبل والثقل السكاني الكبير في مجتمعنا المحلي والخليجي، أطلقت الجمعية برامج لإعداد القيادات الشابة وتنمية مهاراتهم. أما في الشأن الاجتماعي، فتحرص الجمعية على إقامة فعاليات متنوعة لأعضاء الجمعية وعوائلهم، كالغبقة الرمضانية سنوياً. وفي كل عام تتميز هذه الفعالية ببرامج مختلفة، وقد خصصت في العام 2013 للميلاد لفريق الأولمبياد الخاص البحريني وأسرهم تحت شعار تحديات صنعت نجاح، تقديراً من الجمعية لكافة الإنجازات المحققة في أبوظبي وكوريا الشمالية. وتفخر BSTD بالإنجازات الوطنية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية. وتشكل الجمعية حلقة وصل بين المؤسسات المحلية والمنظمات العالمية في مجال التنمية البشرية، فقد ساهمت الجمعية في ترشيح المؤسسات لجوائز دولية. فقد حصلت شركة ألمنيوم البحرين ألبا على جائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب في أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية في عام 2008، وكما حصلت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات على نفس الجائزة في عام 2012 للميلاد. وعلى مستوى الأفراد، فقد رشحت الجمعية شخصيات بحرينية لعبت دوراً مهماً في التنمية البشرية وخدمة المجتمع في المنطقة للجائزة الآسيوية للتنمية البشرية وخدمة المجتمع آسيا HRD كونغرس من قبل المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية. ففي عام 2013 للميلاد حصل عليها المهندس عبد الحسين ميرزا وزير الدولة لشؤون الكهرباء. وأقامت الجمعية في هذا السياق حفلا كبيرا بهذه المناسبة حضره العديد من الوزراء والسفراء والرؤساء التنفيذيين. وتتعهد جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية دوماً برفض المجتمع البحريني بأحدث المعارف والعلوم الإدارية من أجل البقاء على المملكة جاذبة للاستثمارات. وتطمح بأن تتقلد مملكة البحرين المراتب المتقدمة في التنمية البشرية.
وتعمل الآن على بناء مقر للجمعية ليحتضن نشاطاتها ويكون منصة انطلاق جديدة نحو آفاق أوسع لبيت الثروة البشرية. أعتقد وجود المقر الدائم أن يكون رمز لكل بحريني، لكل شخص طموح يبقي يبني هذا البلد. بيت الثروة البشرية هو بيكون بيت كل بحريني يطمح إلى مستقبل أحسن للعيال وللأجيال القادمة إن شاء الله. جميع ما تقوم به جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية من دور جبار للنهوض بالعنصر البشري محليا وعالميا، وجهودها المبذولة في رفع الطاقات البشرية البحرينية وتمكينها. شكرا لكم من القلب على ما تبذلونه من مجهود يرى بالعين المجردة. والآن ننتقل نحو الكلمة الأولى للأستاذة سميرة أحمد. كوتش سميرة أحمد هي رائدة أعمال طموحة، خطت أولى خطواتها في مجال التدريب بالهدف الأساسي لإثراء وبناء قدرات الشباب ليكونوا قيادات مستقبلية رائدة. كوتش سميرة من أحد أيقونات التفكير الإبداعي في حقل التدريب والكوتشنج محلياً وعالمياً لما تقدمه من برامج مختلفة أشارت بها منظمات التي تعنى بالتدريب. كوتش سميرة ترأس حالياً الاتحاد العالمي للكوتشينج، وترأس أيضاً الأستاذة سميرة ترأس حالياً الاتحاد العالمي للكوتشينج فرع البحرين، كما ترأس أيضاً لجنة الشباب بجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية. We are all thankful for all the efforts and the remarkable efforts by BSTD, which is doing to evolve the Bahraini calibers and try to empower all the youth and the Bahraini calibers and improve their skills to be an engine to push our economy forward. Now we will start our first keynote speech with Mrs. Sameera Ahmed, who is recognized locally as one of the aspiring thinkers in the field of training and development, coaching and marketing and sales. She has featured regionally in multiple programs to empower leaders, entrepreneurs, young professionals, and other fields executives and professionals. Mrs. Sameera holds a BSc in marketing and management from the University of Bahrain, and she is also a professional certified coach by International Coach Federation, PCC ICF. Mrs. Sameera is a board member in Bahrain Society for Training and Development, and her role in director of Professional Development Youth Leadership Programs. And she is also the president of International Coach Federation, the Bahrain chapter, since May 2018. She facilitates over 180 workshops targeting over 1,500 participants every year. Mrs. Sameera has been recognized as one of the top 100 women influencers in Bahrain, in years 2017, 2018, and 2019 by the Business and Gulf and the Startup magazines for her contribution in training fields. Mrs. Sameera will represent our first keynote speech for the day, titled Coaching for Performance Improvement.
Good morning, Sameera. Good morning. Thank you, Shaima. Let's take over here. Good morning, ladies and gentlemen. Let me see. So our participants basically are all from the region. And we have some international audience here, so we will stick with English and then try to translate certain parts. So thank you, Ms. Shaimash. You already introduced me very well. That was a really detailed profile there. Let me start the session. Coaching for performance improvement and Ahlan wa Sahlan. These are a couple of organizations I worked with, and some of these organizations I worked with was around creating a coaching culture. And these projects were in the last 3 years. So what you're trying to say here is working with organizations and NGOs, when we try to implement coaching culture, there are certain things that make things easier, and there are certain things that make things more difficult. So this is why we are here. We have three things to discuss today. One, does coaching really work? Two, what are the biggest obstacles to create a coaching culture, I mean? And three, what would be the best possible solution? فبنتكلم عن ثلاث محاور اليوم. أول شيء, هل الكوتشنج فعلا ممكن نطبقه في العمل؟ وهل فيه له أثر إيجابي على العمل وعلى تطوير الأداء؟ بالذات في وقت نفس هذه الأوقات اللي احنا نمر فيها. شغلة ثانية, شنو أكبر عائق ممكن احنا يصيدنا في المؤسسات عشان احنا ما يخلينا نطبق منهجية الكوتشنج وثقافة الكوتشنج؟ رقم ثلاثة, إذا كان في سولوشن, إذا كان عندنا حلول, شنو ممكن نسوي وشنو الأشياء اللي الكيسز اللي مرت عليه خلال تطبيقي مع المؤسسات اللي رويتكم يوم بسرعة. So in this program I'll be switching between both languages to cater our audience from different regions. So if you have any question, just a very quick housekeeping here, you do have a box which says question and answer. في box عليه مكتوب Q&A. هذه you enter your question there. ممكن تكتبون سؤالكم هنا. Okay? And if you have anything that you want to have kind of a support on, you can send us a message on our WhatsApp group or simply raise your hand. إذا في أي support تحتاجونه ممكن ترفعون يدكم أو تكلمونا على الواتساب group. So let's move on. Does it really work? هل الكوتشنج فعلا له أثر؟ بسوي poll. I'll start a poll. I want you guys to answer الاستبيان, answer the poll here, okay? So I've sent you a poll. So you can select yes or no. Excellent. So we are receiving the answers now. Excellent. Wow. 98% of people. Excellent. Great. Here we go. And we ended up. Let's share the results. This is how we see it, guys. ف98% يقولون فعلا الكوتشنج له امباكت على تطوير الاداء, و2% يقول لك ما له معنى. So 2% not with the idea, 98% with the idea. Let's see actually what does it mean. Let's stop sharing this. Stop this. Let's see what the research says. There was a research done by ICF recently and Henley Business School. I will share the research paper in our WhatsApp group after the forum ends, with of course the material which we are using here. However, this was the target audience who were targeted in that research. What I'm trying to say here is it was a diverse group of people. We are talking about 80 plus professionals. And when they were asked, what is the impact of coaching? This was their result. So في بحث كانوا مسوينه الاتحاد العالمي مع
مدرسة هلي. فسووا هذا البحث كانوا يبون يشوفون الامباكت اللي هو اثر الكوتشنج في منطقة هنا في الميدل ايست. تقريبا 80 بلس بيبل اللي كانوا 80 بلس ناس شاركوا بين الكوتش بين اللي عندهم اتش ار بين ديفرنت فيلدز يعني. فكان هذا هو الريزلت مالهم. They actually said why the reason why they use coaching, majority of them actually said it improves self-awareness. يعني يزيد الوعي بالذات أو الوعي النفسي. Now, مو هذه من أكثر الأشياء اللي إحنا نحتاجها الحين؟ Isn't it like the biggest thing and the major thing we needed at this time? So what they're trying to say is it has extremely high impact on certain areas, such as leadership development, helping managers business performance. That means it helps the impact, the end result of business, and the characteristics of our leaders. One of the things that I think why this is happening is because, since we are talking about professional coaching at workplace, these managers, when they start implementing coach-like conversations, they start listening to themselves more. And by doing that, they become better listeners and they do more reflections. So يمكن يكون واحدة من الأسباب اللي أنا أتوقعها هني من الريسيرش إن ليش يقول لك الوعي بالذات يزيد عند الأشخاص والناس اللي موجودين في الأدوار القيادية يصيرون أحسن. لأن إذا ندش إحنا مؤسسة ونسوي لهم كوتشنج أو هم يبتدون يتعلمون يسوون كوتشنج داخلي، تعرفون مع التطبيق يزيد الوعي نفسه، لأنه يبتدي يستمع حق نفسه أكثر، يبتدي يراجع نفسه أكثر، يبتدي يسمع للآخرين أكثر. Right? And then if we look at it from another aspect of the same research, it says that, okay, does it really, what other areas that it can improve? And it says, in what ways we can believe in that this will help? It improves self-awareness. So if we notice here, what they are trying to say is, they believe that it has an impact. Now, Gerald will be later بيتكلم عن الذكاء العاطفي والleadership. So Gerald will be talking about emotional intelligence and leadership. And here the research says on the second panel, على الثاني, that, let me see that, this area, it says it improves the emotional intelligence. So if we say that it has an impact, and by improving emotional intelligence overall, not only self-awareness, we are actually saying our leaders are more aware of how to use and utilize their personal skills and relationship in order to create results, right? If we look at it from other aspect, now, if these people, 80 plus people, they said that it is helpful and it has an impact, the research itself asked them, how do you really measure that this is exactly what you're getting out of coaching? فسألوهم قالوا يعني هذول 80 plus people اللي سألوهم قالوا انتوا الحين قلتوا ان في له impact في له تأثير بس انتوا شلون قاعد تقيسونه؟ وقارنوهم بالميدل ايست اللي هو بالأزرق، قارنوهم باليوروب واليوكي. طبعا يوروب excluding يوكي، ويوكي بروحهم حاطينهم. So they compared their answers with the answers from people from Europe excluding UK and then UK. So the Middle East is in the with the blue color. Now what they're trying to say here, they are not taking their feedback only verbally. They want to see whether these coaches or these people are actually measuring the impact of the coaching at workplace. So a very good number of them, they said formally at end of every coaching assignment. What we are saying here is, and there is a formal arrangement to get feedback and see whether it has an impact. So اللي قاعد يقولونه هني ان النتائج اللي طلعت انه في تاثير ايجابي، في وعي يزيد الوعي ويزيد المهارات القياديه عند الليدرز اللي عندنا في المؤسسه، واحنا ناخذه فورمالي يعني عقب كل كونتراكت يخلص يشوفون شنو كانت المخرجات اللي كانوا متفقين عليه، هل فعلا كان في اثر ولا لا. Right? So
هذه research ثاني. This was another research also done by an ICF, and they said around 879 people from all around the world, تقريبا 879 شخص شاركوا في هذا الريسيرش, واللي كان المخرجات منه سألوهم هل في تأثير, are there any impact, يقول لك yes, there are some impact and these are the results. It improves team functioning, increase engagement, increase productivity, improve employee relationship, of course, and foster leadership development. يوم شافوا سألوا في ريسيرش ثاني عن دليل وقالوا لهم هل في أثر إيجابي فعلا, فقالوا فعلا في تأثير إيجابي والريسيرش مطول. I'm gonna share this research معكم إن شاء الله. فطلعوا المين things إنه هو يعدل من أداء, يطور من أداء فريق العمل, يزيد من حالة الاندماج والترابط بين فرق العمل والموظفين, يزيد من إنتاجيتهم, يعدل علاقاتهم, يطور علاقاتهم بعض, ويخلي التطور القيادي طريقة أسرع. Now, هذول الأشياء, if we look at these five areas, aren't these things are needed in these days? Especially when we talk about remote teams, virtual teams, people, over half of the workforce is sitting at home, trying to be productive at home. So by empowering our leaders to become coached and coachable, and coach others, we actually do have a chance now to improve our team functioning while they are functioning from home. فإذا احنا لاحظنا ان اذا كانت هذه فعلا مخرجات تطبيق الكوتشنج, واذا قائد عندنا في مكان العمل عنده مهارات الكوتشنج, بالتالي هذه الفوائد اللي ممكن تصير مو احنا نحتاجهم في هالفترة اكثر من اي فترة طافت. Right? So, خلنا نأخذ جانب آخر. Okay. إذا فعلاً نستمر, إذا هاي هما ال benefits, إذا if these are the benefits that we are looking at, why people are not implementing it? ليش المؤسسات ما قاعدة تستخدمه؟ شنو العائق اللي موجود؟ So بنسوي poll ثاني. We'll do another poll now. Let's see what you say first. Here we go. So you may answer the poll right now. طرش لكم استبيان. Here we go. Excellent. Excellent. Great, great. Great, 73% answered. Looking for the rest. Excellent, 81% waiting for a rest. Wow, that's impressive results here. Okay, نعطيهم another 10 seconds. جاوبنا. Okay, 85%. And we'll end it. فالجمهور اللي موجود الحين تقريبا 61 منهم اللي جاوبوا على الاستبيان. 61 people answered this. Let's see what they say. The question was, do you have a proper coaching culture at your organization now? Let's see. Share results. This is how it looks. Okay, so 25% of people say yes, and it's very effective. If we say 34 and 26, so we're talking about 10, 60% are saying, no, we don't have it. Yes, but it's not effective. So it's as effective as not having it. No, but we are working on it. That's excellent. And yes, it's very effective. 25% of people said that. Now, what you're saying here, شو اللي يدل هالشيء؟ إذا فعلا في مؤسسات قاعدة
يعني cases نبي نطبق إحنا سميرة ال coaching culture. We really want to implement it, but we have a lot of obstacles. We have things that not working for us. We do have a coaching culture, and when we go to that organization, they actually have a disciplinary action called coaching. When they ask people to guide their team members or to warn them about something, they call it, go ahead and have some coaching with your team leader. And that's one of the reasons they do have a coaching program in place, but they don't have a proper implementation for it. No wonder people resist it. فشي صار أحيانا في بعض المؤسسات فعلا عندهم أهمية عالية, هم يخلون أهمية عالية حق الكوتشينج ويحاولون يطبقون ثقافة الكوتشينج ويحاولون يدربون مدراءهم وتيم ليدرز مالينهم على الكوتشينج. حزة التطبيق يقول لك الموظف سوى شيء غلط, ييبه سوى له كوتشينج. فبمعنى ذي إنه يقعد معاه ويقول له شنو المفروض يسوي, بالتالي الموظف فهم إن this is a disciplinary action, شنو هو إجراء تأديبي قبل لا يحصل الوارنينج. وهذه من أكبر الأشياء اللي إحنا حسينا كانت مشكلة عودة في المؤسسات اللي تعاملنا معها, وهذه يبي لها وقت. So it takes time. So let's see, what do you think, let me bring it here, what do you think is the biggest obstacle to implement this? I'm launching a poll now. شنو انتوا قولوا لي, شنو تتوقعون اكبر معضلة تواجهها المؤسسات الحين ان ما تقدر تطبق نظام الكوتشنج حتى لو عندها الثقافة أو حتى لو عندها الرغبة إن هي تسوي؟ Okay, so majority of people are going into resistance to change. Man. Oh, 65% voted so far. من وجهة نظركم شنو تتوقعون أكبر عائق إن إحنا ما نقدر نطبق ثقافة الكوتشنج في المؤسسات عندنا؟ From your point of view, what do you think is the biggest obstacle? Now, when answering that, you also need to think, what would be the impact in these days? If we really had a proper coaching culture, what would be a positive impact these days on our performance? 73% voted. Good. We'll give it another 10 seconds. And we will end here. Let's share the results. Wow. So this is one of the things that we will discuss it together later on, which says why people resist the idea to be coached. And you're absolutely right. Big organizations, شركات عودة, beautiful infrastructure for coaching, excellent investment to create a coaching culture. When we go there, one of the main things and main ideas that comes in our table to discuss is, I don't have time to coach people. أنا ما عندي وقت أسوي coaching. Budget, أو حاطين ويايبين مدربين ومسوين لهم credentialing وذي, ما نبي نسوي coaching. أنا ما عندي وقت. They actually say, things are moving well. We were not coached before, so we don't need to be coaching others. احنا من سوى لنا coaching قبل ما حسوى لنا coaching, فاحنا ما بنسوي coaching حق أحد. مع أن يتم تدريبهم على برامج اعتمادية ويقولون, no, we don't want to coach. The other thing is, employees don't want to be coached. So, شغلة ثانية, الموظفين نفسهم, they don't want to be coached.
ما بي مديري يسوي لي كوتشنج. شلون مديري هو اللي يعطيني اجراءات التأديبية او ذي مفروض يقول لي شنو اسوي، ما مفروض ان انا اقترح اشياء وانا اللي اكون مسؤول عن الخطوات اللي لازم اسويها. So that's one interesting thing to notice. Now imagine اذا كان هذا النوع من الكلتشر موجود عندنا اليوم وقت اللي موظفين في بيوتهم، وقت اللي we don't know on what basis we will do their performance evaluation for this term. I mean, look at it from a different perspective. They are there with their families as well. And God knows, maybe work was one of their safe havens. Right? For some people, work and career is their identity. And now they don't have the opportunity or chance to live their identity. Right? So one of the obstacles, okay, let me bring it here, is the employees at workplace, they feel that they are victims. And they want someone to rescue them because they have a prosecutor, a somebody who is a villain, who's annoying them. So هذه one of the obstacles إذا دش بمنهجية الكوتشنج يقول لك لا أنا مديري ما يساعدني، السيستم ما يساعدني، الوضع ما يساعدني، فيعيش حالة الفيكتم. نفس ما a lot of us now went through this feel. And we want somebody to rescue us. Oh my God. أبي يودوني للتريننج، أبي المؤسسة تساعدني، أبي الدولة تساعدني، أبي أحد يساعدني، أبي rescuer. فيشوفون المدير أنه راح ينقذنا أو السيستم راح ينقذنا. Or sometimes there is somebody who is annoying us. So what coaching really does is change this into a different dynamic where the coach, instead of the rescuer, the coach is actually coaching. The team leader is a coach now. بدل ما يكون المنقذ اللي يحل مشاكل الموظف يبتدي هو يسوي كوتشنج لهم، وبدل ما هو كان فيكتيم كان الضحيه يتحول يصير منتج كرييتر، يكون هو المبدع، هو اللي يجيب يبتكر الحلول. وبدل ما كان في شيء فيلن نفس الوضع اللي احنا فيه حاليا، كل شيء تحس انه كل شيء ضدنا والسيستم ما يساعدنا والوضع ما يساعدنا، يتحول يقول this is a challenge. So a coach at this place, in a kind of a team leader, he would say how I would improve and do the best what I can do at this time, given the resources I have. إذا إحنا كنا منمين في نفسنا وفي ال team leaders اللي عندنا والmanagers مهارة الكوتشنج، إحنا نقول هذا هو الوضع الحالي اللي موجود، هذه المهارات اللي موجودة، وهذه ال resources اللي موجودين، شنو ممكن أنا أسوي عشان أخذ the best out of it. Okay. So the research says, the same research says, these are the main reasons why people cannot implement coaching culture. No time, no accountability, ما في حس بالمسؤولية. أنا ما أحب، أنا متعود أعطي أوامر، فما أقدر أسوي coaching وخلي الدفع في يد الموظف. Lack of budget. ما نحتاج coaching. إحنا عندنا productivity وعندنا sales وعندنا orders. It's very short time. And yes, coaching is a long shot. Okay. And of course, limited support from senior leaders and inability to measure the impact. Okay. So this will take us to the last part of our session today. What are the possible solutions? I'm sure you've been through organizations that you've came across some cases that they implemented the coaching culture, which was successful. According to the poll results, there were people, 25% of you guys said, we do have a coaching culture in our place and it is highly effective. Excellent. Let's see what would be the reason and what are the cases. Okay. Let me launch our last poll of the day. Here we go. الحين جابوا من وجهة نظركم شنو تتوقعون اللي ممكن تكون حلول بديلة أو حلول جيدة بحيث إن إحنا نقدر نطبق ثقافة الكوتشنج في مؤسساتنا. Hey, did you guys receive? Excellent. So,
Excellent, excellent. We are receiving some answers here. فبعض الإجابة الأولى تقول نخليه تدريب إجباري لكل القادة، كل الناس في الوظائف القيادية. شغلة ثانية نحن نسوي كامبين، نسوي حملة إعلامية داخل المؤسسة بإيجابيات الكوتشنج. رقم ثلاثة نربط كفايات الكوتشنج مع الوصف الوظيفي، نضيفه يعني نخليه كأساسي. لا نربط أن تطبيق الكوتشنج، ممارسات الكوتشنج نربطها بتقييم الأداء. احنا رقم 1 2 3 4 5، رقم خمسة يقول لك احنا نجيب انترنال كوتش، نخلي كوتش داخلي، ندرب واحد ونخليه يصير كوتش داخلي. اللي بعده يقول لا نجيب كوتش خارجي، نجيب احد من برا. اللي بعده يقول نجيب ناخذ موظفينا ونحولهم الى كوتش معتمد، ندربه انه ياخذ اعتمادية. اللي بعده يقول لا نحط اونلاين بلاتفورم، كنا سيستم ان الموظفين يقدرون يستخدمونه حق الاونلاين كوتشنج، يسوون كوتشنج عن بعد. واخر واحد يقول نسوي تشينج ايجنت. باي ذا واي جايز، يو كان اكشلي سيلكت مور ذان وان انسر ان ذس وان، تقدرون تختارون اكثر من اجابه. سو اي واز ترانسليتينج ذا اوبشنز هير. Okay. All right, excellent. We'll give them another 10, 15 seconds. Here you can actually select more than one answer. تقدرون تختارون أكثر من جواب هنا. Wow. That's interesting. Okay, 84% be answered. Hello, 86%. It's very important for me to see how you guys think. بيعطينا نظرة جيدة على الأودينس هنا. 86%, excellent. And then let's stop it. All right. Very interesting results. مستعدين تشوفون results? Here we go. So an overwhelming 57% of people actually said linking coaching practice to performance evaluation will make things happen. And I'm not surprised by that. It's actually one of the organizations I worked with, an industrial field where 100% of people who were trained were, it was a male dominant, not like in a we cannot coach. It's actually, it was a male dominant environment. And they had high resistance, even though after training them on credential to practice coaching. So what happened is they had to make it a mandatory requirement in their evaluation for it to happen. فواحدة من المؤسسات اللي اشتغلنا معاهم انهم يطبقون ثقافة الكوتشنج، وهي 100% 100% شركة كلهم ريايل، مع أنه ما له خص بس كان في مجرد observation. دربوهم على برامج اعتمادية، بعد كان عندهم resistance، يعني الناس ما يقول لك ما أبي أسوي كوتشنج ولا أبي أحد يسوي لي كوتشنج. فاضطرت المؤسسة أن هي تدخله من ضمن المعايير اللي يتم تقييمهم عليه، منها بدأت شوي شوي تطبق، هم بدأوا يطبقونه على موظفينهم. Right, so it had to be a mandatory requirement linked to the something output, kind of like a reward, and then it was implemented. And that's one of the cases which I went through. إذا لاحظتوا أن oh yes, mandatory training for all leaders, and not only that, one of the organizations I worked with, they actually made it kind of like an interval training. Every quarter, they have one big training and then they have smaller sessions
and they also train their own employees to deliver awareness sessions within the organization. It's a 3,000 people organization. So شو اللي صار مع هاي المؤسسة؟ 3,000 موظف عندهم طبقوا بطريقة اللي هو احنا دربناهم على الكوتشنج، لكن هم بدأوا خلاص يسوون نوع سيشنات صغيرة ورش عمل مصغرة عن ما هو الكوتشنج، كيف يتم تطبيقه، وما هي أهميته، وشنو الكوتشنج الصحيح. فهذه إذا لاحظتوا 42% منكم قالوا لازم نسوي تريننج حق ندرب المدراء أنهم يكونون يفهمون إيش معنات الكوتشنج. And yes, you're right. لدرجة أن بدأت المؤسسات الحين هم المدراء يدربون الموظفين ويسوون awareness session. Right? So let me take this here. Hiring an external coach. Now, I would like to see this in a different way. What would be the least effective one? So looking at this, apparently, credentialing full-time internal coaches are the least one. And I do see where this comes from. توقع why this is happening. But again, let's discuss this in another place or another session. Right. Thank you. Let me see. Okay. Having internal coaches, non-credential, that's one aspect. And we do have research supports that maybe the credential holders can have a better impact. And I'm not saying that non-credential do not have that. So research اللي بطار شاركوا في الجروب إن شاء الله يقول ان الكوتشز اللي عندهم الاعتماديه يمكن يعطون نتائج افضل، بس انا ما اقول ان هذا هو الحل الوحيد. في وايد كوتشز ما عندهم اعتماديه ويسوون شغل ممتاز كانترنال كوتش. هاوفر، واحده من الاشياء اللي قالوا يس، اذا احنا بدينا يكون عندنا انترنال كوتش بيكون وايد اسهل، لان المصاريف تكون اقل ويساعدنا بالذات في وقت نفس الحين اذا يكون عندك ريسورس تتصل فيه وانت باي مكان. I want to have half an hour coaching online، ويكون موظف داخلي وايد اسهل من انت تحصله كواحد من برا اللي ما يفهم طبيعه العمل. So what I'm saying here is internal coach might have also an advantage of knowing the nature of the business. Right? Another solution is people would say team coaching, which is happening a lot. إذا كان عندنا هذه الثقافة موجودة إن التيم نفسه التيم ليدر يسوي كوتشنج حق المجموعة كلها، حق فريق العمل مع بعض، واليوم فريق العمل يا تلاقيهم مثلاً 3-4 في برانش في بعض القطاعات يشتغلون. In certain fields, we do have teams who are working physically in the branches. If they had this kind of culture, that will improve their alignment. So what I'm trying to say here is, in tough times, a team leader who is a coach, who can do team coaching, not only individual coaching, has a positive impact and can improve our productivity in this time. So اللي حاول أقوله هني الريسيرش بعد دعمه أن إذا كان عندنا قائد عمل، قائد فريق، إذا يقدر يسوي coaching، يقدر يسوي جلسات coaching مو بس للأفراد بل حتى لفريق عمله. فواحدة من النتائج الإيجابية اللي ممكن تصير يكونون أهما في توافق مع أهداف المؤسسة. واليوم إحنا أكثر من أي وقت نحتاج التيمز مالينا، أفراد الفريق العمل، إن يكونون في توافق مع بعض ومع الأذر تيمز ومع المؤسسة. Right? So this brings us to the ship. أمس أنا أرسلت لكم هاي الصورة في الجروب الواتساب، سألتكم شنو العلاقة بين this image and the team the performance evaluation sorry، شنو العلاقة بين هاي وبين تقييم الأداء؟ فجاتني إجابات ممتازة. اللي أبي أوصله إن let's imagine this، هذه سفينة في كابتن وفي كرو. The captain is going somewhere. The crew is following that captain. If we have a storm facing this ship, who should
face the storm? The captain, the crew, or the ship? So, ladies and gentlemen, this was a very short brief on what do I think coaching can do to improve resilience of our leaders, especially in these times. And what does the research say to back that up? And I hope you find this session, you found this session enjoying. I do have some resources which I'll send later. Okay. And we do want to thank BSTD for making this happen. جمعية كانت دائما في دعم ثقافة الكوتشينج. ودائما عندنا مقولة نقولها: a good coach is a person who can change people's life. وهي نتعلمها احنا ك one family. I will send you also some of the ideas on what other books and things you can read or use as a reference in our WhatsApp group. So if you are not part of our group, you can send us an email on info@bstdbh.org. We will send that in the chat in a bit. And then we can add you and send you the resources and a recording of this session.